عبير نعمي تتأثر بشدة على المسرح خلال غنائها للبنان، غمرت العلم اللبناني وما قالته أبكى الجميع. لبيروت تصدر اسم الفنانة اللبنانية عبير نعمي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد انتشار فيديو مؤثر لها من حفلها الأخير الذي أحيته ضمن جولتها الغنائية في كندا. وفي التفاصيل، ظهرت عبير نعمي وهي تحمل العلم اللبناني على المسرح وغمرته بشدة بينما قدمت أغنية عبرت فيها عن حبها لبلدها ودعمها الكبير له في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على مختلف المناطق اللبنانية. وفي سياق متصل، كانت أحيت عبير نعمي حفلاً في مدينة مونتريال الكندية، والذي أعلنت أن ريعه وجميع حفلاتها القادمة في كندا يعود لدعم العائلات النازحة في مراكز الإيواء في لبنان. وشاركت عبير نعمي مقطع فيديو لها من الحفل وهي تقدم أغنية عم بحلمك يا حلمي يا لبنان للسيدة ماجدة الرومي، وذلك عبر حسابها الرسمي في إنستغرام. وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: الموسيقى دورها لا يقتصر أبداً على الترفيه، إنما من خلال الموسيقى التعبير الأصدق بكل المواقف والظروف، لأن الصمود يكون بكل قدرة نمتلكها بصوتنا وكلمتنا. مضيفة: ريع هذا الحفل وجميع الحفلات القادمة في كندا سيعود لدعم جمعية سوا بلاست اللبنانية التي تقوم بتغطية معظم مراكز الإيواء في لبنان. وفي وقت سابق أحيت عبير نعمي حفلاً في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، وقدمت أغاني وطنية عدة لبلدها لبنان. وأعلنت عبير حينها أن جميع عائدات الحفل ستذهب إلى جمعية سوا بلاست أيضاً التي تغطي حالياً معظم مراكز الإيواء وتؤمن يومياً أكثر من 30,000 وجبة للنازحين في لبنان، قائلة: ليلي صوتي لكل المأهورين والمهجرين، لكل حدا خسر بيته وما خسر كرامته، لكل حدا خسر سقف وما خسر الأمل. كلنا للوطن للعلا للعالم. هذا وكانت بدأت عبير نعمي الحفل بكلمة مؤثرة عن لبنان جاء فيها: أعتقد أن الموسيقى تبدأ عندما ينتهي الكلام، وأمام كل هذا الألم الأكيد أن كل الكلام انتهى، وعلى الرغم من هذا الوجع الكبير فإنني جئت اليوم لأقف بحضن مصر العربية التي تعلم كيف يصنع الانتصار.